اليوم غادي نتكلموا على ضغط العين رفقة الدكتور كريم عبد الواحد أخصائي في طب العيون. دكتور صباح النور. صباح الخير لاله. شخباركم أستاذ؟ لاباس عليك الحمد لله. شكرا على الاستضافة لاله. بارك الله فيك سيدي. إذا دكتور عبد الواحد غادي نبداو بالتعريف بالضغط العين أولا. ضغط العين ولا ما يسمى بالبيئة الزرقاء ولا اون تيرم فرونسي لو غلوكوم، هذا مرض تعتبر السبب الثاني ديال العمى في العالم بعد الجلالة. وتنعرفوا ان الجلالة تتسبب في عمى مؤقت، صادير ملي تنزولوا جلالة الانسان تيسترجع الشوف ديالو، فيما ان ضغط العين ولا اللي تيعطي الجلوكوم تسبب سبب بعمى نهائي. هذا هو الخطورة ديال هذا المرض. وتقريبا تيقيس 3% ديال السكان عبر العالم من بعد سن ديال 45 سنة. في المغرب واش عندنا كثير؟ كاين تقريبا في نفس هذه الحدود هذه اللي قلت لك. وهذا المرض الخطورة ديالو هو انه سيتون مالادي سيلونسيوز، صادير المريض ما تيحس حتى بشي حاجة، لا بحريق لا بآلام لا حتى بشي حاجة، حتى تيبلغ مرحلة متقدمة من هذا المرض وهنا تيبدا يحس بالنقص ديال الشوف. هذا كيدفعنا للسؤال التالي، الأعراض ديالو دكتور. ألوغ الأعراض مع الأسف ما كاينش أعراض كثيرة في الأول في المرحلة الأولى ديال المرض، بما أنه المريض كما قلت تيجي ما تيحس حتى بشي حاجة. احنا تنقلبوا وغادي نقول لكم كيفاش نقلبوا الضغط ديال العين، ولاني ملي تيبلغ مرحلة متقدمة المريض تيبدا يحس بنقص الشوف، خاصة في المجال ديال الشوف الشان فيزيوال بيريفيريك، الجناب ديال الشوف ديالو، وتيبقى تينقص حتى تيفقد بصفة نهائية الشوف. وهذا مع الأسف ملي تيفقد الشوف ما كاينش احتمال أننا نرجعو الشوف. هذا هو الخطورة ديال هذا المرض. الأسباب ديالو دكتور عبد الواحد؟ ألوغ الأسباب ديالو ما معروفاش، أسباب ديال ضغط العين، كاين بعض الحالات اللي تساعد أنه يتنمى بحال الوراثة، كاين حالات وراثية لي فورم فاميليال، كاين ناس اللي عندهم سكر عندهم احتمال باش يكون عندهم ضغط، لي ميوب الناس اللي زهرين عندهم احتمال باش يكون ضغط في العين، وكاين ناس اللي تياخذوا بعض الأدوية بحال لي كورتيكويد. وهنا غادي نودع واحد نقطة، انه كاين بعض الناس اللي تيجيو محمرار في العين تيمشيو للصيدليه تياخذوا دواء فيه لي كورتيكويد، هاد لي كورتيكويد تيعطيو واحد النتيجه مزيانه في الاول، ولكن الا بدينا تنستعملوهم مده مستديمه تيقدروا يكونوا لنا طونسيون في العين، ضغط العين، يقدروا يكون لنا جلاله في العين. دونك هاد الادويه خصهم يتخادوا بوصفه طبيه وبمراقبه طبيه باش ما نقعوش مشاكل. واخا قلت لي العلاج بانه يستعصي بعض الخطرات في حاله ديال هذا الضغط ديال العين، نرجعوا لامكانيات العلاج. الوغ امكانيات العلاج، اولا ملي تيجي مريض عنده ضغط في العين شنو تنديروا؟ شنو هما وسائل الفحص اللي تنديروا؟ الوغ اولا تنقيسوا الشوف ديالو باش نشوفوا مدى فين وصل، فين تنمى هذا ضغط العين. تنقلبوا العصبه ديال العين، والعصبه ديال العين تقريبا مهمه، لان العصبه ديال العين بحال ان كابل تيشد العين مع الدماغ، وذاك الكابل فيه خيوط، وذاك الخيوط الا كان الضغط في العين تيبدا يقتلهم وحده مورا وحده حتى ما تيبقاش ذاك الكابل تيوصل شوف للدماغ العين تيكون عمى. دونك الفحص ديال العصبه ديال العين حاجه مهمه، والحاجه اللي اهم هي فحص ضغط العين. هذا فحص ضغط العين تيكون عند الناس كاملين سيستيماتيكمون بعد 40 سنه، اي مريض عنده 40 سنه الفوق تيدير باش يجي ويجيب غير باش يدير ديدرات في لا كونسلتاسيون، خصنا نعبروا ليه ضغط العين، خصنا نعبروا ليه ونقلبوا ليه الشبكه ديال العين. الوغ الا كان ضغط في العين كاين بعد التحاليل اللي تيداروا ولا بد عند عند المريض. هما تنقيسوا مجال الشوف، يعني يقدر يكون شوف 10 على 10 في القدام، يقدر يكون المجال الشوف ديالو ناقص بزاف ما تيقدرش يتأورينتا في ليسباس دو مومون كيلا اون اتان دو شان فيزويل. تنعبروا وتنديروا ان سكانير ديال العصبه ديال العين باش نشوفوا فين وصلت التاثير الضغط على هذه العصبه، وتنعبروا السمك ديال القرنيه
هاد التقليبه مهمه. علاش؟ لان هاد السمك ديال القرنيه اللي تتعطينا فكره مضبوطه على الضغط. نعم. اذا كان السمك ديال القرنيه غليظ فالضغط يكون ناقص، اذا كان القرنيه رقيقه الضغط اللي تلقاو راه نورمالمون اكثر من داكشي اللي تلقاو. دونك السمك القرنيه مهم في هذا المجال. وهنا تيبدا مرحله العلاج، العلاج ديال الضغط. نعم. طيب دكتور عبد الواحد، يقال بان الوقايه خير من العلاج، شنو هي اللي ممكن النصائح اللي كتعطي للمستمعين الاعزاء؟ الوغ الوقايه هي من جهه الطبيب ومن جهه المريض. من جهه الطبيب انه من يجي مريض عنده 40 سنه الفوق خصو يدير ان ديبيستاج، خصو يعبر لا طونسيون ديال المريض. حيت قلت لكم سيت اون مالادي سينونسيوز، مرض ما تيعطي لا حريق لا حتى شي حاجه، دونك هو لابد خصو يتقلب لا طونسيون بعد 40 سنه. تتقلب الطونسيون عند اي واحد نيمبورت كيلاج الا كانت عنده وراثه، تدي عنده الاب ولا الام ولا في العائله شي واحد تداوي على لا طونسيون ديال العين، ولا بدا خصنا نقيسوا ضغط العين. العلاج كاين ادويه، كاين بزاف ديال الادويه، اربعه ولا خمسه ديال الادويه، قطرات وكاين بعض الحالات اللي ما تنقدروش نتحكموا في الضغط ديال العين، ديك الساعه تمشيو الادويه تتشرب دياموكس. والى الادويه ديال القطرات ولا لو دياموكس ما تيخليوناش نوصلوا لذاك المستوى اللي خصو يوصل ليه الضغط باش يحافظنا على الشوف ولا العصبه بالعين، تمشيو لمرحله الجراحه. بغيت نفسر الادويه، لان هذا المرض مرض مزمن. صادير ملي تنقروا نديروا الدواء، الدواء يدار تقريبا مدى الحياه، وهذا الامر شويه صعيب بعض الخطرات عند المرضى. كاين شي وسائل صغار اللي يمكننا ننصحوهم بهم باش يبقاو منضبطين في الدواء ديالهم، حيت الا انضبطوا في الدواء ديالهم تنحافظوا لهم على الشوك وتنحافظوا لهم على العصبه ديال العين. شي حويجات بساط بحال يدير الدواء باغ اكزومبل من يفيق ولا قبل ما ينعس، يدير داك القطرات باينين قدامه فوق البيرو ولا حدا راسه في النعاس، يدير لالارم انه تبقى تصوني في الوقت اللي خصو يدير. كاين شي حويجات اللي بحال هكا اللي يمكن لهم باش يساعدوا المريض باش ينضبط في الدواء ديالو. ولكن اهم شيء هو زياره الطبيب باش نشوفوا دائما الضغط ديال العين ديالنا كيفاش داير. ولا بد قبل ما نوصلوا لمرحله العمل قدر الله. ولا لان دو توت فاسون زياره الطبيب من بعد 40 سنه خصها تكون سنويه، منها تنعبروا الشوف، منها تنقيسوا الضغط، منها تنقلبوا الشبكه ديال العين والعصبه ديال العين. هذه حاجه ظاهره بحال اللي تيمشي الانسان كل عام عند طبيب القلب باش يدير فحص، يجي عند طبيب العينين باش يدير فحص شامل على العينات ديالو. دكتور كريم عبد الواحد اخصائي في طب العيون، شكرا جزيلا لك. الله يبارك فيك. لا شكرا على السيدة.